مساء الفل عليكم مشاهدين حلقة جديدة وبنت مصرية. حلقتنا النهاردة عن الاهتمام بين الأزواج، إزاي الزوج يهتم بزوجته، إزاي يديها الرومانسية اللي هي محتاجاها بدون مبالغة يعني وما نزهقوش، إزاي الست بتحتاج اهتمام بشكل معين. يعني زي ما بنقول كده، نانسي عجرم لخصت الموضوع في كلمتين، إن في حاجات بتتحس وما بتطلبش. فالفكرة إن الست محتاجة حاجات بسيطة جدا بتخليها دايما سعيدة. عشان كده النهارده معايا مفاجأة هتعجبكم جدا، معايا أستاذ أحمد إمام وزوجته المدام آية. أهلا بيكم، أخباركم إيه؟ أنا عايزة أقول الفيديو بتاعكم مميز جدا فعلا، يعني الحقيقة مميز بالطبيعية اللي فيه ومميز بإنه خف دمكم مش طبيعية. ربنا يخلي حضرتك. عملتوا كده إزاي؟ يعني مين صاحب الفكرة الحلوة قوي دي؟ وانا كنت شفت فيديو على الفيسبوك، يعني بس مش مصري، على ان واحده بتعمل مقلب في جوزها، يعني ان هي بتوصف قد ايه هي واخده بالها منه ومركزه معاه وكده. فانا توقعت ان احمد شاف الفيديو ده وكده، فقلت هعمله. اول ما هبدا اصور هيقول لي ايه ده اتعمل كتير، انت بتعملي ايه؟ فبدات اصور فعلا، فبيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له بدي نصايح للبنات، يعني ازاي يعاملوا ازواجهم بما اني بقالي 7 سنين دلوقتي خبره بقى. راح قال لي طب اديهم، ماشي اتفضلي. ورحت مكمله الفيديو. طبعا رد فعله فاجئني جدا، تحفه. طب احنا يا ريت عايزين نشوف الفيديو ده يا جماعه، يا ريت اعرضوا لنا الفيديو هنشوفه مع بعض بقى مع الساده المشاهدين. اهم حاجه يكون في بينكم وفاق وتكونوا بتفهموا بعض، واهم حاجه ان انت تكوني بتاخدي بالك من جوزك. تاخدي بالك من جوزك ازاي بقى؟ يعني مثلا يصحى الصبح يلاقيكي حلوه وجميله كده، ويصحى الصبح يلاقيكي محضره له فطاره وهدومه، محضره له فطاره وهدومه واخده بالك من كل تفاصيله، وتنزلي الصبح كده تجيبي له حاجه حلوه كده من الفرن يفطر بيها، او تعملي له حاجات حلوه في البيت هو بيحبها. بتاع دوت ايه تاني ممكن تعملي ايه؟ كل الحاجات اللي هو بيحبها تقدري ان انت تعمليها، وتاخدي بالك كويس قوي من الحاجات ديت. معقوله العفويه دي؟ مش معقول. يعني اولا عندي ملاحظتين. طبعا عفويه مش طبيعيه وتلقائي، وبعدين رد الفعل، يعني ده رد فعل الرجل المصري، يعني انت عبرت عن كل الرجال المصريه. الفكره كلها ان انا مش يعني انا بسالها انت بتعملي ايه، فاللي هي بتصور فيديو على جروب بقى بنات او بيج او اي حاجه من الحاجات دي كلها، ف مش عايز ان انا بقى صوت يطلع او ان انا يبقى ليا اي رد فعل بحيث ان انا ما احرجهاش يعني. ايوه ده باين فعلا دلي. يعني تخيل انت بتضحك بس ومشاعرك كلها باينه، يعني ما هي الفكره في كده ان هو الموضوع مش مترتب خالص، يعني مش كاتبين بقى هنعمل ولا اي حاجه. هي قاعده طلعت في دماغها مره واحده، وانا فعلا ما كنتش شفت فيديو قبل كده بالشكل دوت خالص، فما عنديش مش متخيل ان هي عامله فيا الحوار ده يعني. فاتفاجئت بعد كده لقيتها خلصت ورفعت على الفيسبوك وبتاع، بتعملي ايه وايه اللي انت عملتيه وبتاع، قالت لي يلا بينا وبتاع. فلقيت الموضوع صداع عند الناس كبير جدا. ما كناش مجهزين ان احنا نعمل حاجه زي كده او نخش في حاجه زي كده خالص. لقينا بعد كده كمان ردود افعال الناس كانت حلوه جدا بصراحه طبعا. ويمكن هو ده اللي خلانا ان احنا نستمر او نفكر ان احنا نستمر. يعني لازم تستمروا بصراحه، انتوا بتعبروا عن كل زوج وزوجه يعني حواليكوا هيحسوا بيكوا قوي لما يشوفوا الفيديو ويتبسطوا جدا. دي حقيقه. التعليق الثاني بقى انه صوتك بس وتعبيرات رهيبه واداء رهيب ومجرد الصوت، يعني ايه الشطاره دي؟ ربنا يخلي حضرتك. هي الفكره ايه، انا قلت انا هطلع صوتي بس وهشوف رياكشن احمد هيبقى عامل ازاي. زي ما قلت لحضرتك انا توقعت ان هو هيقول لي ايه ده اللي انت بتعمليه. انا شفت الموضوع ده كتير على فكره، لقيته هو بيضحك ورد فعله. انا المفروض كنت هكمل بقى واقول بقى وتاخد بالها من حاجته ولبسه، طبعا لما ضحك الضحك الرهيب دوت ورد فعله خلاني وقفت الفيديو ما عرفتش اكمل خالص خالص. قلت له على فكره انت بوظت لي الدنيا. قال لي انت بتعملي ايه؟ عايزه اقول لك ده كسر الدنيا، انتوا الاثنين مع بعض ما شاء الله. يعني هي الفكره ان الناس حبت قوي ان في صوت وقدامه اداء، وكانوا والصوت فيه تعبير، يعني هو مش بتسمعي، لا انت بتعبري فعلا يعني. وصوتك كده مدينا احساس الستات عايزين نعبر معاكي. بالظبط، انا واخده بالي منه جدا باين. يعني لازم موضوع الفطار قبل الشغل ده لازم. والله هو الموضوع فطار ليه كلكم بتشتكوا نفس الشكوى؟ فطار عامل ازمه. ما انتوا بعد كده بترجعوا تقولوا الراجل ما بقاش يهتم والاهتمام ما بيتطلبش. لا بس احنا سامعين انك بتهتم دايما بمدام ايه، ويعني ايه واهتمامك في بساطتك كده، وانت يعني عامل لها مفاجاه. بنحاول يعني حاولت اعمل لها مفاجاه. بس هي بدات تستغرب اهو. يعني مفاجاه بجد؟ اه طبعا. في فالنتاين ورينا بقى عيد الحب، يعني نضيع عيد الحب وانتوا معانا. تترتت انت
انت بتتكلم بجد؟ بجد. ايه ده؟ الله، ايه ده بجد والله العظيم؟ افتحيها على الهوا كمان. افتحيها بقى وانت بتفتحيها اقعد اسالك شويه اسئله كده، يعني استفيد بفرصه ان انت معايا. انا بركز معاكي. الهديه مقدمه. هي مش هتركز معاكي خالص. طبعا من استاذ احمد ومن جي او نظارات، من مصممه النظارات الاستاذه ليلى فوزي. بنشكرها جدا. بنقول لها ان هي نظاره عشان نشوف هتعمل ايه. عندك حق والله، بس هي كده كده جميله وطبيعيه ولازم الناس كلها هتشوف رد افعال. احمد انا متشكره قوي، احمد انا مبسوطه جدا. يعني ده اللي انا عايزه اقوله للساده المشاهدين، قد ايه الهديه بتفرح الست، والفكره في يعني الاحساس نفسه ان جالك الهديه. مش كده الحقيقه فعلا، يعني الفكره فعلا مش في جايب لك ايه قد ما هو افتكرك. انت قبل ما تتفتح بصي فرحانه ازاي جدا. يعني انا اصلا كمان بحب الموضوع ده، بحب المفاجآت مهما كانت بسيطه. بحب المفاجآت. بتحبي المفاجآت؟ وبحب اللي هو ايه ابعت لك مسج، مش لازم في عيد الجلاء يعني، فاهمه؟ ممكن في اي عيد تاني يعني، براحتنا يعني، ابعت لك اي مسج في اي وقت. انا بحب الموضوع ده جدا يعني. فاحمد بصراحه الحمد لله يعني على طول واخد باله من اغلبيه الوقت، يعني واخد باله من الموضوع دوت. هو عارف ان انا بحب المواضيع دي جدا وبتفرق معايا قوي، فبنحاول احنا الاثنين ان احنا ممكن طبعا نشوف الهديه بقى عشان ايه نوري برضو الساده المشاهدين استاذ احمد جاب لك ايه. الله. حلوه قوي قوي، اكيد هتبقى حلوه عليكي. وريها لنا بقى يعني. تحفه. تجنن. حلوه قوي. قوي حلوه قوي. احمد نشكر جي او طبعا واستاذ احمد على الفكره نفسها برضو، يعني ربنا يخليك يديك الهديه معانا في البرنامج. ميرسي يعني. طيب. عارف لو كان ينفع كنت والله ينفع وصلت يعني كل الشكر. لا انتوا طبعا يعني بجد اجمل حاجه فيكم كمان زي ما قلت لكم ان انتوا على طبيعتكم قوي. انا شفت لكم حتى فيديو تاني مع بنوتتكم كنتوا بتكلموها على انها بتجهز للمدرسه. يا ريت تحكي لنا مثلا عن الفيديو ده شويه. لا هو انا انت كنت بتتكلم مع بنتكم اسمها ايه الاول؟ مليكة. مليكة. الكبيره مليكة والصغيره ميرا، بس الصغيره لسه سنه. احنا بنسلم عليهم هم الاثنين بقى. عندي مليكة ما شاء الله عليها لمضه جدا، وبتحس ان انت بتتعاملي معاها. هي واخده خفه دمكم يعني بصراحه حبيب. يعني لا هي متفوقه كمان في الموضوع ده، لان هي متكلمه وعشان صغيره كمان وكلامها اكبر من سنها، فبتلاقي التلقائيه دي بتطلع منها حاجات حلوه قوي يعني. انت كنت بتسالها انت بتجهزي للمدرسه ازاي او حاجه زي كده مظبوط؟ ولا انت ما نمتيش امبارح ليه وبتاع كان كله ما جالهاش نوم عشان رايحه المدرسه. قلت لي يا عم فرحانه رايحه المدرسه النهارده وبتاع. طب خلاص عم ماشي ماشيها يا عم يعني. في فيديو تاني كنت عامله معاها انا بذاكر لها، المفروض ان هي عامله واخده هوم ورك في المدرسه، فقلت لها بقى يلا نقعد نعمل. كانت قالت لي اعمل معاها الهوم ورك وبتاع، فقعدنا. فين يا بنتي الهوم ورك؟ لقيت دخلت لقيتها جايبه لي سطر سكتشات كده. ايه ده يا حبيبتي؟ قالت لي هو ده الهوم ورك يا عم بقى. طب ماشي. حلوه. مليكه فظيعه في الحاجات دي. بس انتوا لازم تكملوا واحنا مستنيين فيديوهاتكم، بجد جميله جدا يعني وطبيعيه ولذيذه. وسمعت ان صحابك كانوا دايما بيقولوا لك يعني بدل ايه يقولوا لك دريه شرف الدين. معلومه صحيحه، الاعداد بتاعنا قوي. دي حقيقه فعلا. انا كمان من صحابي، انا الميساد بتاعتي في المدرسه من ابتدائي لثانوي كانوا دايما يقولوا لي يا دريه، فانا كنت اقول لهم لانك إيه بتحبي الاذاعه جدا. بحب الاذاعه والتقديم جدا جدا والالقاء. وانت جميله وتلاقي والله. ربنا يخلي حضرتك يا رب. فكانت دايما اقول لهم ما حدش يقول لي يا دريه. بعد كده لما كبرت عرفت ان هم بيقولوا لي ان انا شبه الدكتوره دريه شرف الدين، فدي حاجه كانت شرف بالنسبه لي، لان انا فعلا بحب الموضوع قوي قوي يعني. بحب حلو الموضوع قوي. طيب انا هنتهز فرصه بقى ان انتم معايا، وهنعلم بقى هدايا البرنامج قدمها كتير من نون كوتير ومن ديزاينرز كتير قوي الناس، فهنشوف المتسابقات يعني اللي كسبوا معانا هيتكلموا دلوقتي عن الهدايا اللي خدوها. طيب. وبشكركم قوي. ميرسي جدا. ميرسي لك يا حضرتك. نشوف بقى فيديوهات الناس اللي كسبت. عندي 25 سنة، أنا كسبت الكورديجان ده من نون كوتور، فأنا كنت عايزة أشكر نون كوتور قوي لأن الكورديجان حلوة قوي. كنت عايزة أشكر برنامج بنت مصرية على الهدية الحلوة دي. باي. هاي انا اسمي ندى، انا كسبت التونيك ده من نون كوتور في برنامج بنت مصريه، بجد حلو قوي ولونه ترندي جدا. ميرسي لنون كوتور وميرسي لبرنامج بنت مصريه ودكتور مايا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني.